On va faire un questionnaire. Croisez bien Claude Fay, Double Canon et Mastaflo. Parce que vous avez fait le concours, vous avez fait le hit. Donc, vous avez fait le studio. 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 Vous avez fait le Je ne sais pas. C'est vrai ça? Oui, 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 c'est vrai. Alors, ah, انا فرانشمون كي نشوفو في كازا كرو لبسه تاع لي جون تو تقول هذا مراهق عنده روتورداج شويه مازال ادوليسون في راسو كلاش خير جيني نو كونترير ابري ديكوفريت باللي انسان بيان رحنا لا فامي عنده بتيت فامي دونك اي ريسبونسابل وليد وليها باب وليدات داني المسجد الكبير صلينا مع بعضنا في الجماعه فوالا دونك جي تسمى ديكوفريت اون بيرسون فريمون بارفوا تسمى الناس المظاهر خداعه كما كي تشوفوا في كازا كرو كان باد بوي لقيت له الناس يبان لي 50 سنت في انحراف مخدرات لا دروغ لا دروغ ما كيدير ماستا ما كيدير والو والو ما كيدير نورمالمون يدن في الجمعه ويدير ما كيدير والو والو والله الحمد لله لا كندير السبور كندير السبور جريت انا الصباح جريت الصباح لا لا والبارح واخا شنو الحاجه اللي عجبتك ماستر في لوطفي هذه ما نفكرش فيها جو بونس كو بزاف ديال الناس غيتفقوا معايا لا سامبليسيتي ديالو والتواضع يعني بكل صراحه نقدروا نقولوا الرابور العربي الاكثر شعبيه في العالم العربي قتلني ولكن سكتنا قهوه نسكافي ما كانش تعطي له سكتنا اسمعني عصير ولكن تلمون سامبل وترونكيل فهمتيني ما فيهش ما حاش هو بهذيك الاكثر شعبيه في العالم العربي كاع ما مسوق دونك سي فري سي فري شي اللي تيقول هذا الخو فاشو سي بيل ديكلاراسيون بيل ديكلاراسيون وانت لطفي دابا خاصك تشوف خاصك لازم وحده كبيره خلاص فوت ده ساق ديما يخلص لي العصير نو الحق ماستافلو ارتست يا اخي ارتست جي لي في في بليزيور دومين مش غير في الراب او كونترير il fait des pubs il fait des chansons il fait gère des groupes il gère تما فريمون ان ارتست لي موهوب ça m'a vraiment plu parce que il y a beaucoup de personnes اللي تلقاه مختص غير في الراب مثلا غير يكتب راب دور ولا يكتب كذا مي هو يتوش اتو للميكس للانجسترومون للميم الكاستينغ ميم بارفوا في لي كونسيبسيون تاع لي بوب تلقاه يمد رايو فو فير هادي فو فار هاد ليماج الماركتينغ الانترتينمنت هذاك ما شاء الله تما يعني ياك بعدا ما عندي ما نقول يا اسمع لي اسمع لي برافو سي ربي يحفظه على عيني دابا كلاشك بالخير دابا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك دابا انت كلاشيتي بالخير وعاود كلاشك غادي بالخير شنو الحاجه اللي ما عجبتكش في لطفي دابا ماستر هذا الحقيقه حاجه اللي ما تعجبنيش في لطفي سي اون كاليتي فهمتيني ليا لطفي كيقدر ينسى راسو فهمتيني تيعطي منه هو وي سون فو باغ اكزومبل غتهضر معاه في شي بروجي ديال عيط لي شحال من مره وداك الشيء اخر حاجه ولا ماشي اخر حاجه واحد القضيه ما تيدويش معايا نهائيا ما تيدويش معايا فيها الفلوس واش غير معاك انت ولا معاك كلشي انا تندوي على معايا انا حياته ما فهمتيني ما عرفتش المهم كيلكا اللي ما عند الماتيرياليزم غريب جدا على لا بيرسوناليتي ديالو تقول لي راه عندي طن 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 مثلا في البروجي ديال نمبر 1 قال لي الله يبارك فهمتي ديك الطريقه ديالو وبغى مي ما سولش نهائيا على ايوا وكيفاش وامتى وطن طن دونك هذا ما كان نقول ديك الكلمه كلاشاك دابا كلاشاك بالخير
كلاشي دابا انت شي حاجه ما عجبكش في ماستر؟ انا الحاجه اللي ما عجبتنيش سمحوا لي ومادام المنتج تاعو لهنا باسكو يل باس تالمون دو طون في الخدمه تاعو كو جو بونس يروح ديما مينوي يا اون اور ينيجليجي شويه شويه لا فامي. تسمح لي يا ماستر واش قالوها لك؟ سيجري من وضع 7 تاع الصباح ينوض يخدم وبالك وفي الليل بارفو يا دي 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 امبريفو. دونك انا بيرسونيلمون جو بونس كو يل دوفري باسي بلوس دو طون مادام المنتج لهنا نختموا الفرصه خلي يسيب شي دار واحد شويه. عيت عرفتي علاش؟ حيت المنتج ما مزوج ما والو ما والو ما كيعرفش شنو هو الحياه العائليه. داكشي علاش هو راه عنده داكشي علاش عنده فيراري تما ما كان لا يتزوج. ما عندوش المشكل، ما عندوش المشكل. تصباح الله يكمل بالخير.